الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب التسهيل العلوم التنزيل للحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الأحد 14 من شهر رمضان المبارك لعام 40 و400 للهجرة. قال الحافظ ابن جزي: سورة النحل. قوله: أتى أمر الله، قيل يعني القيامة، وقيل النصر على الكفار، وقيل عذاب الكفار في الدنيا، ووضع الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوع الأمر ولقربه. وروي أنها لما نزلت وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فلما قال فلا تستعجلوه سكن. قال في الحاشية: لم أقف عليه مسندا، وذكره الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس، وفي الدر المنثور قال، وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس قال: لما نزلت أتى أمر الله، ذعر أصحاب الرسول حتى نزلت فلا تستعجله فسكنوا. قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح، أي بالنبوة، وقيل بالوحي. قوله: خلق الإنسان من نطفة، أي من نطفة المني، والمراد جنس الإنسان. فإذا هو خصيم مبين فيه وجهان: أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه، والثاني يخاصم في ربه ودينه، وهذا في الكفار، والأول أعم. قوله تعالى: لكم فيها دفء، أي ما يتدفأ به، يعني ما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب. ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلق بما قبله أو بما بعده، ويختلف الوقف باختلاف ذلك. ومنافع، يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك. ومنها تأكلون، يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل، فيكون الأكل أمرا زائدا عليها، أو يريد بالمنافع الأكل وغيره، ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. قوله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الجمال حسن المنظر، وحين تريحون يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل، وحين تسرحون حين تردونها بالغداة إلى الرعي. وإنما قدم تريحون على تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر، لأنها ترجع وبطونها ملأ وضروعها حافلة. وتحمل أثقالكم، يعني الأمتعة وغيرها، وقيل أجساد بني آدم، إلى بلد، أي إلى أي بلد توجهتم، وقيل يعني مكة، بشق الأنفس أي بمشقة، لتركبوها وزينة. استدل بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير، لكونه علل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل. ونصب زينة على أنه مفعول من أجله، وهو معطوف على موضع لتركبوها. الشيخ، بعض الناس هم الأحناف، الأحناف الذين يحرمون أكل الخيل. قوله: ويخلق ما لا تعلمون، عبارة على العموم، أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها. وكل من ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. وكل من ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. نعم. وعلى الله قصد السبيل، أي على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة وبعث الرسل. والمراد بالسبيل هنا الجنس، ومعنى القصد القاصد الموصل، وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومنها جائر، الضمير في منها يعود على السبيل، إذ المراد به الجنس، ومعنى الجائر الخارج عن الصواب، أي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم. قوله تعالى: ما أن لكم، يحتمل أن يتعلق لكم بأنزل، أو يكون في موضع خبر لشراب، أو صفة لماء. ومنه شجر، يعني ما ينبت بالمطر من الشجر، فيه تسهمون أي ترعون أنعامكم. وما ذرأ لكم في الأرض، يعني الحيوان والأشجار والثمار وغير ذلك، مختلفا ألوانه أي أصنافه وأشكاله، لحما طريا يعني الحوت، حلية تلبسونها يعني الجواهر والمرجان، مواخر فيه جمع ماخرة. لحما طريا يعني الحوت، ليش يخص بالحوت؟ من باب المثال. السمك كله يقال له حوت يا شيخ. السمك كله يقال له حوت. ذكر الشيخ في مر معنا الشيخ خالد، قال الحوت
سمي حوتا لأنه يروغ في مشيه، وكل الأسماك تروغ في مشيها. فكلها حوت. نعم. في قصة الحوت الذي قفز من الصخرة. إيه سمكة. إيه قال حوتا. صحيح. شيخ في الصراحة في قوله تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يوم سبتهم شرعا. ذكر هذا المعنى. جزاك الله خير. وأذكر أنا رياض كان يقول أنتم تأكلون حوت؟ كنا نضحك عليهم. سمك. احنا بالنسبه للحوت يعني نذكر الله يسكن الجنه الحوت الازرق ودانا مضحك الكويت في الحوت الازرق او حوت ما نعرف ايش طول 24 متر وطول 30 متر وكذا. بالنسبه لنا خلاص رسم الحوت في راسنا انه هو اللي كبر السفينه يعني ليس. وكان يقول انت تاكل الحوت؟ ما ناكل الحوت. قوله مواخر فيه جمع ماخره، يقال مخرت السفينه والمخر شق الماء، وقيل صوت جري الفلك بالرياح. ولتبتغوا من فضله يعني في التجارة، وهو معطوف على لتأكلوا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، الرواسي الجبال، واللفظ مشتق من رسى إذا ثبت، وأن تميد في موضع مفعول من أجله، والمعنى أنه ألقى الجبال في الأرض لألا تميد الأرض. وروي أنه لما خلق الله الأرض جعلت تمور، فقالت الملائكة لا يستقر على ظهر هذه أحد، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. قوله وأنهارا، قال ابن عطية وأنهارا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق أنهارا. قال وإجماعهم على إضمان هذا الفعل دليل على أن وألقى أخص من جعل وخلق، ولو كانت وألقى بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار. وسبل يعني الطرق، وعلامات يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغيرها وغير ذلك، وهو معطوف على وأنهارا وسبلا. وقال ابن عطية هو نصب على المصدر أي لعلكم تعتبرون، وعلامات أي عبرة وإعلاما. وبالنجم هم يهتدون يعني الاهتداء بالليل في الطرق، والنجم هنا جنس. وقيل المراد الثريا والفرقدان. فإن قيل قوله وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب، وقدم فيه النجم كأنه يقول وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون، فمن المراد بهم؟ فالجواب أنه أراد قريشا، لأنه كان لهم في الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم، وكان الاعتبار ألزم لهم فخصصوا. قال ذلك الزمخشري. قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، تقرير يقتضي الرد على من عبد غير الله، وإنما عبر عنهم بمن لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل، أو مشاكلة لقوله أفمن يخلق. قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ذكر من أول سورة إلى هنا أنواع من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق. وفيها أيضا تعداد لنعمه على خلقه، ولذلك أعقبها بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم أعقب ذلك بقوله إن الله لغفور رحيم، أي يغفر لكم التقصير في شكر نعمه. شيخ حسن الله عليك هنا رسمها بالتاء المفتوحة، ما هي؟ هي التي في إبراهيم بالتاء المفتوحة أو نعمة الله. نعم. إيه لا أظنها بالمبسوطة مفتوحة التي في النحل شيخنا، أظنها المضمومة كله. مضمومة ولا؟ اي مضمومة شيخ. ايه سبحان الله. اجل يمكن غريبة، هو راسم على رواية حفص ولا؟ لا ما فيها شيء. يمكن يكون فيها خلاف في الرسم. هو طبعا ممكن يكون في خلاف، لا أظن، الله أعلم. أنهم في أنزلوا التي في الحجر التي في إبراهيم، عفوا في إبراهيم. هنا نزلوا على وجه الخطأ. ممكن هنا مربوطة التاء.
يعني حتى هنا أنزلها مربوطة. في الآيات. إذن كمبيوتر. قال قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. نفع رسم بس الرسم. الرسم فقط. بعضهم يلتمسون حكم يتكلفون يكون الله العالم منه رسم. طبعا ينبني عليه في الوقف. هنا مثلا تقف عليه نعمة، هناك تقف عليه نعمة مفتوحة. اي لكن لماذا الصحابة رسموه هنا بالمبسوطة وهنا بال... بعضهم يلتمس وصنف في تصانيف. اي نعم. لكن الله أعلم. شيخنا الشيخ بشير حميري يقول كله ما في علة منضبطة. الشيخ حميري اللي صار له هنا دورة. اي هو ذكرها في الدورة. احسن الله. كل دورات من الشيخ احضر مستمع ومن بعيد. لكن هو اللي جا من الرياض ولا لا؟ نعم. قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. نفى عن الأصنام صفات الربوبية وأثبت لهم أضدادها، وهي أنهم مخلوقون غير خالقين وغير أحياء وغير عالمين بوقت البعث. فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبية لله وحده فقال إلهكم إله واحد. قوله أموات غير أحياء أي لم تكن لهم حياة قط ولا تكون، وذلك أغرق في موتها ممن تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياة. هل يصح أن يقال ذلك أعرق في موتها؟ أعرق عن العراقة. إيه. شيء عريق قديم. أغرق. الله أعلم. مش عندك الضياء؟ أعرق. أعرق. هذا هو. يعني كأنه والله أعلم هي. إيه أدق. أعرق. أدق من أغرق في موته. من الغرق كأنها أعرق. قوله وما يشعرون أيان يبعثون. الضمير في يشعرون للأصنام، وفي يبعثون للكفار الذين عبدوهم، وقيل إن الضميرين للكفار. قوله تعالى قلوبهم منكرة أي تنكر وحدانية الله تعالى وجل. لا جرم أي لا بد ولا شك، وقيل إن لا نفي لما تقدم، وجرم معناه وجب أو حق، وأن فاعلة بجرم. أساطير الأولين أي ما سطره الأولون، وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتب تواريخ، وكان يقول إنما يحدث محمد بأساطير الأولين وحديثي أجمل من حديثه. وماذا يجوز أن يكون اسما واحدا مركبا من ما وداء ويكون منصوبا بأنزل، أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء وذا بمعنى الذي وفي أنزل ضمير محذوف ليحملوا أوزارهم اللام لام العاقبة والصيرورة. أي قالوا أساطير الأولين فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم. ويحتمل أن تكون للأمر. قوله بغير علم حال من المفعول في يضلونهم أو من الفاعل. قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد الآية. قيل المراد بالذين من قبلهم نمرود، فإنه بنى صرحا ليصعد فيه إلى السماء بزعمه، فلما علا فيه فرسخين هدمه الله وخر سقفه عليه. وقيل المراد بالذين من قبلهم كل من كفر من الأمم المتقدمة ونزلت فيه عقوبة الله، فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل. ويقول أين شركائي توبيخ للمشركين، وأضاف الشركاء إلى نفسه أي على زعمكم ودعواكم، وفيه تهكم بهم الذين كنتم تشاقون فيهم أي تعادون من أجلهم. فمن قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله. شيخ خر عليهم السقف ثم ذكر ليش؟ قال خر عليهم السقف فأتى الله بنيانه من القواعد، فقط تمثيل هل كما ذكر الشيخ قيل مراد بالذين من قبل قيل مراد بالذين من قبل كل من كفر بالأمم ونزلت عقوبة كل بنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل. هذا تمثيل ولا حقيقة؟ على قولين هم مشهورين. أول أنه حقيقة، ثاني أنه من باب التمثيل. هو ذكر الأمرين، قال الأول حقيقة أنه نمرود، والثاني أنه تمثيل.
ثاني انه تم. اها يعني جاءت كذا وجاءت كذا. اي يعني قيل امرين. انا معناها انا حدثت كذا. ايه. ووقعت كذا كذلك. وقعت على الحقيقة. ايه. بقية الآيات ذكرها على التمثيل. على الأمام المتقدمة. ايه على الأمام المتقدمة. احسن. قالوا الذين كنتم تشاقون فيهم أي تعادون. من معاني فخر عليهم السقف من فوقهم ما الذي كان ذكرها حتى يدفع توهم أنهم ليسوا تحت هذا السقف. يعني لو قال فخر عليهم السقف احتمال هم ما كانوا تحت هذا السقف، فأراد أن يؤكد أنهم كانوا تحت هذا السقف، قال فخر عليهم السقف من فوقهم. قال فمن قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم هو الله، ومن قرأ بفتحها فالمفعول محذوف تقديره تعادون المؤمنين من أجلهم. أي نون؟ تشاقون أو تشاقوني؟ تشاقوني. تشاقوني فيهم. نعم. فمن قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم هو الله، أيه. ومن قرأ بفتحها فالمفعول محذوف تقديره تعادون المؤمنين من أجلهم. قوله تعالى قال الذين أوتوا العلم هم الأنبياء والعلماء من كل أمة، وقيل يعني الملائكة، واللفظ أعم من ذلك. ظالمي أنفسهم حال من الضمير المفعول فيه تتوفاهم، فألقوا السلم أي استسلموا للموت. ما كنا نعمل من سوء أي قالوا ذلك، ويحتمل قولهم لذلك أن يكونوا قصدوا الكذب اعتصاما به كقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، أو يكونوا أخبروا على حسب اعتقادهم في أنفسهم فلم يقصدوا الكذب ولكنه كذب في نفس الأمر. قوله بلى من قول الملائكة للكفار أي قد كنتم تعملون السوء. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، لما وصف مقالة الكفار الذين قالوا أساطير الأولين قابل ذلك بمقالة المؤمنين. فإن قيل لما نصب جواب المؤمنين وهو قولهم خيرا ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأولين، فالجواب أن قولهم خيرا منصوب بفعل مضمر تقديره أنزل خيرا، ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله. وأما أساطير الأولين فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هو أساطير الأولين، فلم يعترفوا بأن الله أنزله، فلا وجه لنصبه. ولو كان منصوبا لكان الكلام متناقضا، لأن قولهم أساطير الأولين يقتضي التكذيب بأن الله أنزله، والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله لأن تقديره أنزل. فإن قيل يلزم مثل هذا في الرفع لأن تقديره هو أساطير الأولين، فإنه غير مطابق للسؤال الذي هو ماذا أنزل ربكم. فالجواب أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير الأولين ولم ينزله الله. قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ارتفع حسنة بالابتداء وللذين خبره، والجملة بدل من خيرا وتفسير للخير الذي قالوه، وقيل هي استئناف كلام الله تعالى لا من كلام الذين قالوا خيرا. جنات عدن يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح بنعمة فيكون مبتدأ وخبره فيما قبله، أو خبر ابتداء مضمر، ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره يدخلونها، أو مضمر تقديره لهم جنات عدن. هل ينظرون أي ينتظرون، والضمير للكفار، إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا، فأصابهم سيئات ما عملوا أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم العذاب الذين كانوا به يستهزئون، وهذا تفسيره حيث وقع. قوله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم، أي إن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صواب، ولو شاء الله ألا نفعله ما فعلناه. والرد عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضاه على من يشاء من عباده، ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني، فإن لو تكون للتمني ومعنى والمعنى على هذا أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة وغيرها. قولوا فإن الله لا يهدي من يضل قرئ بضم الياء من يهدى وفتح الدال على البناء للمفعول، فإن الله لا يهدى
على البناء للمفعول أي لا يهدي غير الله من يضله الله. لا يهدى من يضل. فإن الله لا يهدى من يضل. وقرئ يهدي بفتح الياء وكسر الدال، والمعنى على هذا لا يهدي الله من قضى بإضلاله. قوله وما لهم من ناصرين، الضمير عائد على من يضل، لأنه في معنى الجمع. بلى رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت، أي أنه يبعث، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. اللام تتعلق بما دل عليه بلى، أي يبعثهم ليبين لهم، وهذا برهان على البعث، فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم، فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه. قولوا إنما قولنا لشيء الآية برهان أيضا على البعث، لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى. قوله تعالى والذين هاجروا في الله، يعني الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة، لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا. وقيل نزلت في أبي جندل ابن سهيل، وخبره مذكور في السير في قصة الحديبية، وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك. قولوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وعد أن ينزلهم بقعة حسنة، وهي المدينة التي استقروا بها. وقيل إن حسنة صفة لمصدر، أي نبوئنهم تبوئة حسنة. وقرئ لنثوينهم بالثاء من الثواء. الذين صبروا وصف للذين هاجروا، ويحتمل إعرابه أن يكون نعتا أو على تقدير هم الذين أو أمدح الذين. قولوا إلا رجالا رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر، فاسألوا أهل الذكر، يعني أحبار اليهود والنصارى، أي لأن جميعهم يشهدون أن الرسول من البشر، في نسخة أن الرسول من البشر. بالبينات والزبر يتعلق بأرسلنا الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في الكلام، أو بأرسلنا مضمرة، أو بيوحى، أو بتعلمون. وأنزلنا إليك الذكرى، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. يحتمل أن يريد لتبين القرآن بصدك نصه وتعليمه للناس، أو لتبين معانيه بتفسير مشكله، فيدخل في هذا ما بينته السنة من الشريعة. أفأمن الذين مكروا السيئات، يعني كفار قريش عند جمهور المفسرين. والسيئات تحتمل وجهين، أحدهما أن يريد بها الأعمال السيئات أي المعاصي، فيكون مكروا يتضمن معنى عملوا، والآخر أن يريد المكرات السيئات أي مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المكر على بابه. قوله أو يأخذهم في تقلبهم، يعني في أسفارهم، فما هم بمعجزين أي بمفلتين حيث وقع. قوله أو يأخذهم على تخوف فيه وجهان، أحدهما أن معناه على تنقص، ماذا عندكم؟ يتنقص عندنا غير ما أي يتنقص يتنقص ها؟ أي نعم. مما تنقر بالطريقة هذه؟ أو بتنقص أموالهم، هكذا يتنقص أموالهم وأنفسهم شيئا بعد شيء حتى يهلكوا، أو بتنقص أموالهم، يعني صح هذا؟ على تنقص، أي تنقص أموالهم، يعني اللي عند الإخوة في نسخة الضياء يتنقص، أي يتنقص أموالهم، ينتقص عندنا، عندنا هنا ينتقصا، إيه خطأ واضح إنه خطأ، بس ممكن يكون ينتقص، يمكن ينتقص تمشي الحال، وعلامات الضبط هي اللي مشكلة. يشطبها يعني؟ يبدو ينتقص أموالهم أنفسهم شيئاً بعد شيء حتى يهلكوا، من غير أن يهلكهم جملة واحدة، ولهذا أشار بقوله يعني على تخوف، يعني على تنقص، ينقصون قليلاً قليلاً حتى يهلكهم، والمعنى الثاني على خوف.
ولهذا أشار بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم، لأن الأخذ هكذا أخف من غيره. وقد كان عمر بن الخطاب أشكل عليه معنى التخوف في الآية حتى قال له رجل من هذيل: التخوف التنقص في لغتنا. قال: لم أقف عليه مسندا. وذكره الثعلبي في تفسيره عن سعيد بن مسيب عن عمر، وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره. هذا الشيخ له حكم الاتصال. كيف؟ سعيد عن عمر. إذا ثبت عن سعيد. إذا ثبت عن سعيد. إذا ثبت عن سعيد. سعيد أدرك وعمر رضي الله تعالى عنه أو أدرك يعني أهله يعني، فهو من كبار التابعين. حتى قال ابن عمر قال: إن خفي علينا شيء عن عمر سألنا سعيدا. كان له عناية. ها؟ نعم. والوجه الثاني أنه من الخوف أن يهلك قوما قبل أن يهلك قوما قبلهم فيتخوفهم ذلك فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه، وذلك خلاف قوله: وهم لا يشعرون. قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، معنى الآية اعتبار بانتقال الظل، ويعني بقوله ما خلق الله من شيء الأجرام التي لها ظلال من الجبال والشجر والحيوان وغير ذلك، وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال يكون ظلها إلى جهة، ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى، ثم يمتد الظل ويعم بالليل إلى طلوع الشمس. وقوله يتفيأ من الفيء، وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة. وقال رؤبة بن العجاج: يقال بعد الزوال ظل وفيء، ولا يقال قبله إلا ظل. ففي لفظ يتفيأ هنا تجوز ما لوقوع الخصوص في موضع العموم، لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره، فوضع يتفيأ موضع ينتقل أو يميل. والضمير في ظلاله يعود على ما أو على شيء. عن اليمين والشمائل يعني عن الجانبين، أن يرجع الظل من جانب إلى جانب، واليمين بمعنى الأيمان، واستعار هنا الأيمان والشمائل للأجرام. فإن عبد الرحمن فإن اليمين والشمال إنما هما في الحقيقة للإنسان. قوله سجدا لله حال من الظلال. وقال الزمخشري: حال من الضمير في ظلاله، إذ هو بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله من شيء. نبه في الحاشية قال: إعراب الزمخشري إنما هو لقوله تعالى: وهم داخرون، أي في موضع الحال، وليس لقوله سجدا لله، حيث قال في الكشاف: سجدا لله حال من الظلال، وهم داخرون حال من الضمير في ظلاله في ظلاله. قال الطيبي في حاشيته على الكشاف: فالمعنى ظلالهم ساجدة، وهم في أنفسهم متواضعون صاغرون، فيتفق الباطن مع الظاهر. قوله: فعلى الأول يكون السجود من صفة الظلال، وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام. واختلف في معنى هذا السجود، فقيل عبر به عن الخضوع والانقياد، وقيل هو سجود حقيقة. قوله: وهم داخرون، أي صاغرون، وجمع بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء. قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، يحتمل أن يكون من دابة بيانا لما في السماوات وما في الأرض معه، لأن كل حيوان يصح أن يوصف بأنه يدب، ويحتمل أن يكون بيانا لما في الأرض خاصة. وإنما قال ما في السماوات وما في الأرض ليعم العقلاء وغيرهم، ولو قال من في السماوات لم يدخل في ذلك غير العقلاء. قاله الزمخشري. والملائكة إن كان قوله من دابة بيانا لما في السماوات والأرض، فقد دخل الملائكة في ذلك، وكرر ذكرهم تخصيصا لهم بالذكر والتشريف. وإن كان من دابة لما في الأرض خاصة فلم تدخل الملائكة في ذلك، فعطفهم على ما قبلهم. قوله: يخافون ربهم من فوقهم، هذا إخبار عن الملائكة، وهو بيان نفي الاستكبار، ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة، أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها. وقيل معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله:
قول ابن جوزي هذا إخبار عن الملائكة وهو بيان نفي الاستكبار إلى آخره. أقول بيان نفي الاستكبار يريد أن قوله يخافون ربهم تفسير لقوله وهم لا يستكبرون، ثم تردد رحمه الله وعفى عنا وعنه في توجيه قوله تعالى من فوقهم بين التفويض والتأويل، فقال ويحتمل أن يريد فوقية القدرة والعظمة وهذا التأويل، وقال أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها وهذا تفويض، قال وقيل معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم وهذا تأويل، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره وهو في الحقيقة تحريف لأنه لا دليل يوجبه. ولجوء المؤلف في توجيه الآية إلى التفويض والتأويل راجع إلى نفي الفوقية الحقيقية لله تعالى بذاته فوق جميع المخلوقات، وهو مذهب الأشاعرة. وعلى هذا فالمؤلف يذهب مذهبهم ومذهب أهل السنة أن الله بذاته فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، وصف إلهين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى، وقيل إن اثنين مفعول أول وإلهين مفعول ثاني فلا يكون في الكلام تأكيد، فإياي فارهبون خرج من الغيبة إلى التكلم لأن الغائب هو المتكلم، وفإياي مفعول بفعل مضمر ولا يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله. قوله وله الدين واصبا أي واجبا وثابتا، وقيل دائما، وانتصابه على الحال من الدين. وما بكم من نعمة فمن الله يحتمل أن تكون الواو للاستئناف أو للحال، فيكون الكلام متصلا بما قبله أي كيف تتقون غير الله وما بكم من نعمة فمنه وحده. قوله فإليه تجأرون أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع. ليكفروا بما آتيناهم اللام لام الأمر على وجه التهديد لقوله بعدها فتمتعوا فسوف تعلمون، فعلى هذا يبتدئ بها، وقيل هي لام العاقبة، فعلى هذا توصل بما قبلها لأنها في الأصل لام كي وذلك بعيد في المعنى. والكفر هنا يحتمل أن يريد به كفر النعم لقوله بما آتيناهم، أو كفر الجحود والشرك لقوله بربهم يشركون. قوله فتمتعوا يريد التمتع في الدنيا وذلك أمر على وجه التهديد. قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، الضمير في يجعلون لكفار العرب فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من ذبائحهم وغيرها. أي لأنهم ذكروا بعد حال المشركين بربهم المشركين فتمتعوا فسوف تعلمون. إذن التهديد سوف تعلمون وليس التمتع. أي وقال فتمتعوا يريد التمتع في الدنيا وذلك أمر على وجه التهديد. على وجه التهديد أي تمتعوا فسوف تعلمون ماذا يأتيكم. تهديد تمتعوا كلوا واشربوا وفعلوا ما تشاءون. كما قال الله في الآية الأخرى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذا تهديد. اعملوا ما شئتم أو بما تعملوا بصير. نعم سمشي. أحسن الله لكم. وقيل والمراد بقوله لما لا يعلمون الأصنام، والضمير في لا يعلمون للكفار أي لا يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة، وقيل الضمير في لا يعلمون للأصنام أي لأشياء غير عالمة وهذا بعيد. قوله ويجعلون لله البنات إشارة إلى قول الكفار إن الملائكة بنات الله، ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله سبحانه. قوله ولهم ما يشتهون المعنى أنهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهون، يعني بذلك الذكور من الأولاد. وأما الإعراب فيجوز أن يكون ما يشتهون مبتدأ وخبره المجرور قبله، أو أن يكون مفعولا بفعل مضمر تقديره ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، أو وأن يكون معطوفا على البنات على أن هذا يمنعه البصريون لأنه من باب ضربتني، وكان يلزم عندهم أن يقال لأنفسهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، إخبار عن حال العرب في كراهتهم البنات. وظل هنا يحتمل أن تكون على بابها أو بمعنى صار، والسواد عبارة عن العبوس والغم،
وقد يكون معه سواد حقيقة وكظيم قد ذكر في يوسف. يتوارى من القوم أن يستخفي من أجل سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ المعنى يدبر وينظر هل يمسك الأنثى التي بشر بها على هوان وذل لها أو يدفنها في التراب حية وهي الموؤودة، وهذا معنى يدسه في التراب. قوله مثل السوء أي صفة السوء من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفات الافتقار والنقص. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين حسن الله شيخ في قولي أم يدسه في التراب، يعني هنا ذكر قال أنها المقصود بها الموؤودة، هل يقال أيضا أن معناها أم يدسه في التراب للذل الذي أصابه والضمير عائد عليه هو وليس على البنت؟ كيف أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ كيف الذل الذي أصابه؟ لأنه يعني الإنسان إذا أريد به الإذلال يقال له إلزم التراب أو تربت يداك أو كذا على وجه الإهانة والإذلال، هل يصح هذا؟ ما أدري، المشهور أن المقصود يدسه أي يخفيه في التراب مقصود بها الموؤودة، لكن هل ذكر هذا المعنى؟ ما أدري. أحسن الله عليكم. قوله ولو يؤاخذ يعني لو يعاقبهم في الدنيا بظلمهم أي بكفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها، الضمير للأرض، من دابة يعم بني آدم وغيرهم، في نسخة يعني بني آدم وغيرهم، وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم وقد ورد ذلك في الأثر. وقيل يعني بني آدم خاصة. قوله ويجعلون لله ما يكرهون يعني البنات، أن لهم الحسنى، أن بدل من الكذب، والحسنى هنا قيل هي الجنة وقيل ذكور الأولاد، وأنهم مفرطون بكسر الراء والتخفيف من الإفراط أي متجاوزون الحد في المعاصي، وبفتح الراء والتخفيف من الفرط أي معجلون إلى النار، وبكسر الراء والتشديد من التفريط. مفرطون. قوله فهو وليهم اليوم يحتمل أن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة، وهدى ورحمة معطوفان على موضع لتبين، وانتصب على أنهما مفعول من أجلهما أي لأجل البيان والهدى والرحمة. قوله تعالى نسقيكم بفتح النون وضمها لغتان يقال سقى وأسقى، مما في بطونه الضمير للأنعام، وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق، أو لأنه اسم جنس وإذا أنثى فهو جمع نعم. من بين فرث ودم قال هنا في الحاشية أخلاق جمع خلق أي بال ضد الجديد كذا في اللسان، ثم قال وقد يقال ثوب أخلاق يصفون به الواحد إذا كانت الخلوقة فيه كله. قوله تعالى من بين فرث ودم، الفرث هو ما في الكرش من القدر، والمعنى أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه، ومع ذلك فلا يغيران له لونا ولا طعما ولا رائحة. ومن في قوله مما في بطونه للتبعيض، وفي قوله من بين فرث لابتداء الغاية، سائغا للشاربين يعني سهلا للشرب، حتى قيل لم يغص أحد قط باللبن. قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب، المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرها، ويدل عليه نسقيكم الأول، أو يكون من ثمرات معطوفا على مما في بطونه، أو يتعلق ومن ثمرات بتتخذون وكرر منه توكيدا، أو يكون تتخذون صفة لمحذوف تقديره شيء تتخذون، سكرا يعني الخمر ونزل ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم، وقيل إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم فلا نسخ. وقيل السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والربي، والرزق الحسن العنب والتمر والزبيب. فقيل إنه اسم للخل واسم للعصير الحلو السكر، قيل هذا
وسمي سكرا باعتبار ما يؤول إليه، فالامتنان به باقي. ها؟ الامتنان به باقي، إذا قلنا أن النسخ نسخ فيكون الامتنان به قد زال بزوال الحكم، لكن إذا قلنا أن السكر هو الخل أو العصير الحلو فيكون الامتنان به باقي. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، الوحي هنا بمعنى الإلهام، فإن الوحي على ثلاثة أنواع: وحي كلام، ووحي منام، ووحي إلهام. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أن مفسرة للوحي الذي أوحي إلى النحل. وقد جعل الله بيوتا، يعني وحي إلهام وهداية وإرشاد. وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع: إما في الجبال وكواها، وإما في متجوف الأشجار، وإما فيما يعرش بنو آدم من الأجباح والحيطان ونحوها. قال في الحاشية: في اللسان والكو والكوة، الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. وجمع الكوة كوا بالقصر نادر، وكواء بالمد، والكاف مكسورة فيهما. قال: الأجباح جمع جبح مثلث الجيم، جبح وجبح وجبح، وهي خلية العسل. القاموس المحيط قال هو خليلة العسل، كأنه أخطأ هنا. خلية ممكن تجمع الملاحظات وتكتب لل وترسل للشيخ، ترسل صححها في الطبعة القادمة ويهدينا الطبعة الجديدة، النسخة الجديدة. نعم شيخ، ما زلنا إلى الآن نحن نقول لهذه جبح. جبح، أي نعم، يعني اللي هو خلية النحل سمونها جبح. إيه إلى الآن يعني مشهورة عندنا اليمن. في اليمن ما شاء الله يقال جبح. أجبح. نعم. أما نحن فلا نعرفها. لا، هو عموما أهل اليمن لغتهم عربية يعني قليل اللي فيها، حتى الاستعمال نفسه، استعمال نفسه عربي. ومن في المواضع الثلاثة والله حتى الجنوب مفردات تختلف، وقد لا نفهمها نحن وهم يتكلمون، لكنها مفردات عربية، بل عربية يعني متأصلة. لكن سبحان الله في كل بلد يستخدمون مفردات تختلف عن بلدان الأخرى، فتجد في حضرموت يستخدمون مفردات تختلف عن الشمال، تختلف عن هنا. لما تذهب إلى المغرب العربي يستخدمون مفردات مرادفة لكنها تختلف عن مفردات عربية. سبحان الله. قال: ومن في المواضع الثلاثة للتبعيض، لأن النحلة إنما تتخذ بيوتا في بعض الجبال وبعض الشجر وبعض الأماكن. وعرش معناه هيأ أو بنى، وأكثر ما يستعمل فيه يكون من الأغصان والخشب. قوله: ثم كلي من كل الثمرات، عطف كلي على اتخذي ومن للتبعيض، وذلك إنها إنما تأكل النوار من الأشجار. ذلك أنها، صح؟ أي أنها بعد ذلك. وقيل المعنى: من كل الثمرات التي تشتهيها، فاسلكي سبل ربك، يعني الطرق في الطيران. وأضافها إلى الرب لأنها ملكه وخلقه. قال في نسخة: الطرق في الغيران. قوله: ذللا، أي مطيعة منقادة، ويحتمل أن يكون حالا من السبل. قال مجاهد: لم يتوعر قط على النحل طريق، أو حالا من النحل، أي منقادة لما أمرها الله به. قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب، يعني العسل، مختلف ألوانه، أي منه أبيض وأصفر وأحمر، فيه شفاء للناس، الضمير للعسل، لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل، كالمعاجين والأشربة النافعة من الأمراض.
وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء، فكأنه أخذه على العموم. وعلى ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه فقال إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال فقد سقيته فما نفع، فقال فاذهب فاسقه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فشفاه الله عز وجل. إلى أرذل العمر أي إلى أخسه وأحقره، وقيل هو الهرم، وقيل حده 75 عاما، وقيل 80. والصحيح أنه لا ينحصر إلى مدة معينة، وأنه يختلف بحسب الناس. قولوا لكي لا يعلم بعد علم شيئا، اللام لام الصيرورة، أي يصير إذا هرم لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم قبل الهرم. وليس المراد نفي العلم بالكلية، بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان. وقيل المعنى لئلا يعلم زيادة على علمه شيئا. قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الآية في معناها قولان. طبعا في شفاء للناس قيل لشفاء لبعض الأوجاع وليس لجميع الأوجاع والأمراض، وقيل شفاء لجميعها لكن في الأمراض الباردة يستعمل خالص وفي الحارة يشاب بغيره، وقيل إنه لجميع الأوجاع والأمراض، لكن ظاهر الآية فيه شفاء، ما قال فيه الشفاء، يدل على أنه لبعض الأوجاع والأمراض التي يناسبها العسل. ولا شك أن العسل مفيد في هذه الناحية، لذلك يحرصون دائما الصغار أن يسقى من العسل الخالص لأنه يقوي المناعة يقوي البدن. أحسن الله. قوله كان يخففه بالماء، أليس كذلك؟ ورد هذا ربما. قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الآية في معناها قولان. أحدهما أنها احتجاج على الوحدانية، كأنه يقول أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق، ولا تجعلونهم شركاء لكم، فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي؟ والآخر أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه حتى يرد ما رزقه الله عليه، كما جاء في الحديث أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، والأول أرجح. قوله تعالى فبنعمة الله يجحدون، الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى الإشراك بالله وعبادة غيره، وعلى المعنى الثاني إشارة إلى بخس المماليك فيما يجب لهم من الإنفاق. قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني الزوجات، ومن أنفسكم يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم، أو يريد أن حواء خلقت من آدم، وأسند ذلك إلى بني آدم لأنهم من ذريتهما. وحفدة جمع حافد، قال ابن عباس هم أولاد البنين، وقيل الأصهار، وقيل الخدم، وقيل البنات، لأن لفظ البنين المذكر لا يدل عليهن. والحفد في اللغة الخدمة. قوله تعالى ويعبدون من دون الله، الآية توبيخ للكفار ورد عليهم في عبادتهم للأصنام وهي لا تملك لهم رزقا، وانتصب رزقا لأنه مفعول بيملك، ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسما لما يرزق. فإن كان مصدرا فإعراب شيئا مفعول به، لأن المصدر ينصب المفعول، وإن كان اسما فإعراب شيئا بدل منه. قوله ولا يستطيعون، الضمير عائد على ما، لأن المراد به الآلهة، ونفى الاستطاعة بعد نفي الملك لأن نفيها أبلغ في الذم. قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، الآية مثل لله تعالى وللأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يسوى بينه وبين الأصنام؟ وإنما قال لا يقدر على شيء لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور كالمكاتب والمأذون له. قوله ومن رزقناه، من هنا نكرة موصوفة، والمراد بها من هو حر قادر، كأنه قال حرا رزقناه ليطابق عبدا، ويحتمل أن تكون موصولة. قوله هل يستوون، أي هل يستوي العبيد والأحرار الذي ضرب بهم المثل، هكذا الذي ولا الذين؟ الحمد لله، شكر لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني الكفار.
قوله وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم الآية مثل لله تعالى وللأصنام كالذي قبله، والمقصود منهما إبطال مذاهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى. وقيل إن الرجل الأبكم أبو جهل والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر، والأظهر عدم التعيين. قوله وهو كل على مولاه، الكل الثقيل يعني أنه عيال على وليه أو سيده، وهو مثال للأصنام، والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى. قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، بيان لقدرة الله على إقامتها وأن ذلك يسير عليه، كقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقيل المراد سرعة إتيانها. قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، الأمهات جمع أم زيدت فيه الهاء فرقا بين من يعقل ومن لا يعقل، وقرئ بضم الهمزة وبكسرها إتباعا للكسرة قبلها. في جو السماء أي في الهواء البعيد من الأرض. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن مصدر يوصف به، وقيل هو فاعل بمعنى مفعول، ومعناه ما يسكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا يعني بيوت الأدم من القباب وغيرها، تستخفونها أي تجدونها خفيفة، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم يعني من في السفر والحضر، واليوم هنا بمعنى الوقت، ويقال ضعن الرجل إذا رحل، وقرئ ضعانيكم بفتح العين وإسكانها تخفيفا. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، الأصواف للغنم والأوبار للإبل والأشعار للمعز والبقر. قوله أثاثا، الأثاث متاع البيت من البسط وغيرها، وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل. قوله ومتاعا إلى حين أي إلى وقت غير معين، ويحتمل أن يريد إلى أن تبلى وتفنى أو إلى أن تموتوا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، نعمة عددها الله عليهم بالظل، لأن الظل في بلادهم مطلوب محبوب لشدة حرها، ويعني بما خلق من الشجر وغيرها. وجعل لكم من الجبال أكنانا، الأكنان جمع كن، وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك، ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوتة في الجبال. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، السرابيل هي الثياب من القمص وغيرها. وذكر وقاية الحر ولم يذكر البرد، لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم، وقيل لأن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر. قوله وسرابيل تقيكم بأسكم يعني دروع الحديد، يعرفون نعمة الله، إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا، والضمير في يعرفون للكفار، وإنكارهم لنعم الله إشراك به وعبادة غيره. وقيل نعمة الله هنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي يشهد عليهم بإيمانهم أو كفرهم، ثم لا يؤذن للذين كفروا أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، ولا هم يستعتبون أي لا يسترضون، وهو من العتبة بمعنى الرضا، ولا هم ينظرون يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى النظر أي لا ينظر الله إليهم. هل يصح يا شيخ هذا؟ بمعنى النظر لا يستعتبون، قال ولا هم ينظرون يحتمل معنيين، الأول التأخير والثاني النظر. ما يقال النظر لابد أن يعدى بإله، وهنا غالبا مطلق. غالبا أي لكن ممكن أحسن قليلا. قوله فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، الضمير في فألقوا للمعبودين، والمعنى أنهم كذبوهم في قولهم إنهم كانوا يعبدونهم كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. فإن قيل كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم، فالجواب أنهم لما كانوا غير راضين بعبادتهم فكأن عبادتهم لم تكن عبادة، ويحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء لله لا في العبادة. قولوا وألقوا إلى الله يومئذ السلام أي استسلموا له وانقادوا. قولوا زدناهم عذابا فوق العذاب، روي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كالبغال تلسعهم. قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني بالعدل فعل الواجبات وبالإحسان المندوبات، وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين. قال ابن مسعود هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى.
قوله تعالى وإيتاء ذي القربى، الإيتاء مصدر آتى بمعنى أعطى، وقد دخل ذلك في العدل والإحسان، ولكنه جرده بالذكر اهتماما به. قوله وينهى عن الفحشاء، قيل يعني الزنا، واللفظ أعم من ذلك. والمنكر أعم، هو أعم من الفحشاء لأنه يعم جميع المعاصي. والبغي، والبغي يعني الظلم. ولا تنقض الأيمان، هذا في الأيمان التي في الوفاء فيها بها خير، وأما ما كان تركه أولى فليكفر عن يمينه وليفعل ذا الذي هو خير منه كما جاء في الحديث. أو تكون الأيمان هنا ما يحلفه الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغيره. قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي رقيبا ومتكفلا بوفائكم بالعهد. وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل فيما كان بين العرب من حلف في الجاهلية. قوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، شبه الله من يحلف ولا يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلا قويا ثم تنقضه. ويروى أنه كان بمكة امرأة حمقاء تسمى ريطة ابنة سعد، كانت تفعل ذلك وبها وقع التشبيه. وقيل إنما شبه بامرأة غير معينة. قوله أنكاث جمع نكث، وهو ما ينكث أي ينقض وانتصابه على الحال. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الدخل الدغل وهو قصد الخديعة. قوله أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن في موضع المفعول من أجله، أي بسبب أن تكون أمة، ومعنى أربى أكثر عددا أو أقوى. ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى، فإذا جاءها قبيلة أقوى منها غدرت الأولى وحالفت الثانية. وقيل الإشارة بالأربى هنا إلى كفار قريش، إذ كانوا حينئذ أكثر من المسلمين. قوله إنما يبلوكم الله به، الضمير للأمر بالوفاء أو لكون أمة أربى من أمة، قال للأمر بالوفاء أو لكون أمة أربى من أمة، انزل نحن الآن عند قوله إنما يبلوكم الله به. أيوة، فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أو لا. قوله فتزل قدم بعد ثبوتها، استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر، وإنما أفرد القدم ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحدة، فكيف في أقدام كثيرة. لو نشوف نسخة دار البيان، أي كلمة؟ أي كلمة؟ في قوله فإن بذلك، أنا أحس إن ما إيش المشكلة يا شيخ محمد؟ قال الضمير للأمر أو لكون أمة أربعة، فإن بذلك هكذا يصح السياق؟ إنما يبلوكم الله به الضمير. يعني ما في 94 ممكن يمشي. نفس الشيء. فإن بذلك نفس الشيء.
فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء أو لا. قالوا فتزل قدم بعد ثبوتها استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر، وإنما أفرد القدم ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحدة، فكيف في أقدام كثيرة؟ قولوا وتذوق السوء يعني في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله، يدل على أن الآية في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا ولكم عذاب عظيم يعني في الآخرة. قولوا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، الثمن القليل عرض الدنيا، وهذا نهي لمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار ورجائه الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة. قولوا ما عندكم ينفد أي يفنى، فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا. فقال ابن عباس هي الرزق الحلال، وقيل هي القناعة، وقيل هي حياة الآخرة. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة لأن الفاء تقتضي الترتيب، وقد شذ قوم فأخذوا بذلك، وجمهور الأمة على أن الاستعاذة قبل القراءة. وتأويل الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، أو إذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ بالله. قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا، به مشركون، الضمير لإبليس والباء سببية. قال ابن عباس هي الرزق الحلال، وقيل هي القناعة. القناعة نعم، فلنحيينه حياة طيبة. خذ القناعة من دنياك وارض بها راحة البدن. قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا، به مشركون، الضمير لإبليس والباء سببية. قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل هنا النسخ. كان الكفار إذا نسخت آية يقولون هذا افتراء، ولو كان من عند الله لم يبدل. قوله والله أعلم بما ينزل، جملة اعتراض بين الشرط وجوابه، وفيها رد على الكفار، أي الله أعلم بما يصلح للعباد في وقت ثم ما يصلح لهم بعد ذلك. قل نزله روح القدس يعني جبريل بالحق، أي مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره. ويحتمل أن يكون قوله بالحق بمعنى حقا، أو بمعنى أنه واجب النزول. قوله تعالى أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، كان بمكة غلام أعجمي اسمه يعيش، وقيل كان غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهما ويدعوهما إلى الإسلام، فقالت قريش هذان يعلمان محمدا. قوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام، بمعنى اللغة والكلام. ويلحدون من ألحد إذا مال، وقرئ بالفتح الياء من لحد، وهما بمعنى. وهذا رد عليهم بأن الشخص الذي أشاروا إليه إنما يعلمه أعجمي اللسان، وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة، فلا يمكن أن يأتي به أعجمي. قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، هذا في حق من علم الله منه أنه لا يؤمن، كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، فاللفظ عام يراد به الخصوص، كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم الآية. وقال ابن عطية المعنى إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله، ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر. وقال ابن عطية المعنى إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله. في آيات الله عندكم؟ ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر. وش عندكم يا إيمان؟ تهمما بتقن، يعني لأنه الآية بآيات الله. أي. إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله، عندك بآيات الله أحسن، بآيات الله
ظاهر بن عيد النظر. قال ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر تهمما بتقبيح أفعالهم. إيش عندنا؟ تهكما. تهكما أوضح. تهمما تهكما. ايش عندك في البيان؟ آية 105. تهمما. تهمما. دار البيان تهمما. الضياء تهكما. والله كان أوضح. أوضح تهكما. تهكما كانها أظهر. أحسن الله عليك. قوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآياتنا. لا يؤمنون بالله. لا يؤمنون بالله. لا يؤمنون بالله. قوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله رد على قولهم إنما أنت مفتر، يعني إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف الله، وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه، وأولئك هم الكاذبون. الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالله أي هم الذين عادتهم الكذب لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي، ويحتمل أن يكون الكذب المنسوب إليهم قولهم إنما أنت مفتر. قوله من كفر بالله الآية من شرطية في موضع رفع بالابتداء، وكذلك من في قوله من شرح لأنه تخصيص من الأول. وقوله فعليهم غضب جواب على الأولى والثانية لأنهما بمعنى واحد، أو يكون جوابا للثانية، وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية. وقيل من كفر بدل من الذين لا يؤمنون، أو من المبتدأ في قوله وأولئك هم الكاذبون، أو من الخبر. قوله إلا من أكره استثناء من قوله من كفر، وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية، وكان فيهم من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان، منهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال فعادرهم الله. روي أن عمار بن ياسر شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع به من العذاب وما سامح به من القول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال فأجبهم بلسانك فإنه لا يضرك. وهذا الحكم في من أكره بالنطق على الكفر، وأما الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للصنم فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا، فأجازه الجمهور ومنعه قوم. وكذلك قال مالك لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز له الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله. كلام بسيط. صلى الله عليه شيخ قال يعني قال منهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال. الذي أجاب بلال لم يجب. بلال لا يمكن مقصود أنهم أنك فنطق بكفر وهو يعتقد الإيمان. عمار وصهيب بلال ما أجاب. أو لا نذكر في السيرة أنه أجاب. لا يذكر في السيرة أنه أجاب، بل عذب أشد التعذيب حتى اشتراه أبو بكر. توضع الحصى على صدره. في الرمضاء. حتى عمار وصهيب أوذوا كثيرا. أوذوا كثيرا رضي الله عنه. عمار قيل كان يوضع رأسه في صدره. حتى يختلف. الله المستعان. الله المستعان. قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، الإشارة إلى العذاب والباء للتعليل، فعلل عذابهم بعلتين، إحداهما إثارهم الحياة الدنيا، والأخرى أن الله لا يهديهم. قوله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا قراءة الجمهور فتنوا بضم الفاء أي عذبوا، فالآية على هذا في عمار وشبهه من المعذبين على الإسلام. وقرأ ابن عامر بفتح الفاء أي عذبوا المسلمين،
فالآية على هذا في من عذب المسلمين ثم هاجر وجاهد كالحضرمي وأشباهه. قال هو عامر بن الحضرمي وكان يعذب غلامه جبرا ويكره على الكفر، وهو الغلام الأعجمي النصراني الذي كانوا يزعمون أنه يعلم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أسلم الحضرمي. قوله تعالى إن ربك من بعدها لغفور رحيم، كرر إن ربك تأكيدا. هو اللي هاجر؟ ها؟ على هذا أن الحضرمي هو اللي هاجر؟ أي الذي كان يعذب غلامه؟ نعم. هاجر ليه؟ أسلم، هاجر إلى المدينة. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، كرر إن ربك تأكيدا، والضمير في بعدها. الإنسان ينقلب تماما مهما كان وضعه قبل الإسلام، يتغير بعد الإسلام. الله أكبر. هذا كان كانت له يد وقوة قبل الإسلام. نعم. والضمير في بعدها يعود على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر. قوله تعالى يوم تأتي يحتمل أن يتعلق بغفور الرحيم أو بمحذوف تقديره أذكر، وهذا أظهر. كل نفس، النفس هنا بمعنى الجملة كقولك إنسان، والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير، أي تجادل عن ذاتها لا عن غيرها، كقولك جاء زيد نفسه وعينه. وتجادل عن نفسها أي تحتج وتعتذر. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ فالجواب أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، الآية قيل إن القرية المذكورة مكة كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله، فكفرت بأنعم الله يعني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابهم الجدب والخوف من غزو النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وقيل إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك فضرب الله بها مثلا لمكة، وهذا أظهر لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم. والضمائر في قوله فكفرت وفأذاقها يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون. قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الإذاقة واللباس هنا مستعاران. أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت كالحقيقة، وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللابس ومباشرتهما له كمباشرة الثوب. قوله تعالى ولقد جاءهم رسول منهم، إن كان المراد بالقرية مكة فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره. وإن كانت القرية نعم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أصيبت حتى جاء أبو سفيان وقال ناشدتك الله والرحم إلا دعوت الله أن يصرف عنا. كيف؟ اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وإن كانت القرية غير معينة فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما، والعذاب ما أصابهم من الهلاك. قوله تعالى فكلوا وما بعده مذكور في البقرة. قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام، ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال أو حرام بغير علم. وانتصب الكذب بلا تقولوا، ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدلا من الكذب. وما في قوله لما تصف موصولة، ويجوز أن ينتصب الكذب بقوله تصف وتكون ما على هذا مصدرية، ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام معمول لا تقول. متاع قليل يعني عيشهم في الدنيا وانتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم. قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني قوله في الأنعام حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية، فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب. قال ثم قوله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح لجميع الناس وفتح باب التوبة. التوبة قالوا في نسخة وفتح باب للتوبة، في نسخة إلى التوبة. قوله تعالى
إن إبراهيم كان أمة فيه وجهان، أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله وجمعه لصفات الخير كقول الشاعر وليس لله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. قال في نسخة وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. قال في الحاشية البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ كما في ديوانه. والآخر أن يكون أمة بمعنى إمام كقوله إني جاعلك للناس إماما. قال ابن مسعود الأمة معلم الناس الخير، وقد ذكر معنى القانت والحنيف. قوله تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة يعني لسان الصدق، وأن جميع الأمم متفقون عليه، وقيل يعني المال والأولاد. لمن الصالحين أي من أهل الجنة، ولم يكن من المشركين، نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه. قوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة، فرضي بعضهم بذلك وقال أكثرهم بل يكون يوم السبت، فألزمهم الله يوم السبت، فاختلافهم فيه هو ما ذكر، والسبت على هذا هو اليوم. وقيل اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله، فعاقبهم الله بالمسخ قردة. فالمعنى إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه، والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت، قاله الزمخشري. وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه السلام. قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، المراد بالسبيل هنا الإسلام، والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه، والموعظة هي الترغيب والترهيب، والجدال هو الرد على المخالف. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدل. وهذه الآية كذا عندك إيش؟ عندنا وهذا وهذه الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف. وقيل إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ، وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار، وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق. قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المعنى إن صنع بكم صنيع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه، والعقوبة أو صنيع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه، والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية، وسميت الأولى عقوبة لمشاكلة اللفظ. ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبا كقوله في الممتحنة فعاقبتم بمعنى غنمتم، فيكون في الكلام تجنيس. وقال الجمهور إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب لما بقر المشركون بطنه يوم أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم، فنزلت الآية فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وترك ما أراد من المثلة. ولا خلاف أن المثلة حرام، وقد وردت الأحاديث بذلك، ويقتضي ذلك أنها مدنية. ويحتمل أن تكون الآية عامة ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال، وتكون على هذا مكية كسائر السورة. واختلف العلماء في من ظلمه رجل في مال ثم أتمن الظالم المظلوم على مال، هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية، ومنعه مالك لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لهو خير للصابرين، هذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليه، فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل، والضمير راجع إلى الصبر. ويحتمل أن يراد بالصابرين هنا العموم، أو يراد به، وهي مسألة الظفر تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله. سمع. ويحتمل أن يراد بالصابرين هنا العموم، أو يراد به المخاطبون، كأنه قال خير لكم واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا عزم على النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته على الصبر. ويروى أنه قال لأصحابه أما أنا فأصبر كما أمرت فماذا تصنعون؟ قالوا نصبر كما ندبنا. ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله. وقد قيل
إنما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف، وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال، وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل بمثلها بحمزة فذلك غير منسوخ. قوله ولا تحزن عليهم أي لا تتأسف لكفرهم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون أي لا يضيق صدرك بمكرهم، والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت، وقرئ بالكسر وهو مصدر، ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين. إن الله مع الذين اتقوا. قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، قوله ولا تكو في ضيق مما يمكرون، تكن هذه ما أعرابها؟ أحسن الله، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون على النون المقدرة على النون المحذوفة، إن أصلها ولا تكن، هنا فخففت ولا تك في ضيق. إيه ولا تكون. إيه بإثبات النون. بإثبات النون. إيه ترد هذا وهذا. ولها شروط في حذفها ذكرها أهل اللغة. نعم. أحسن الله. لكن تحذف فيه تخفيفا. نعم. أحسن الله عليكم. قوله إن الله مع الذين اتقوا يريد أنه معهم بمعونته ونصره، والذين هم محسنون. الإحسان هنا يحتمل أن يراد به فعل الحسنات، أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو الأظهر لأنه رتبة فوق التقوى هكذا، أو رتبه، أنا عندي لأنه رتبه فوق التقوى، كأنها رتبة فوق التقوى، ولا رتبه فوق التقوى، لأنه قال مع الذين اتقوا والذين، فكأنه قال رتبه، هو ذكر التقوى ثم ذكر الإحسان، أو المعنى الذي أشار إليه أن تعبد الله كأنك تراه، ها؟ كلها رتبه، رتبه إذا، أن رتبه، أي رتبه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فجعله فوق التقوى، طيب. تحتمل لأنه رتبة فوق التقوى، الله صحيح. جزاك الله خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موعدنا أيها الأحبة إن شاء الله بعد صلاة التراويح الليلة.